الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال في كتاب اداب السفر، قال: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. هذا الباب فيه مسألتان: المسألة الأولى استحباب طلب الرفقة وتأميرهم، هذه المسألة الثانية. وصرح المصنف رحمه الله تعالى بالحكم وهو الاستحباب، أنه يستحب طلب الرفقة، يعني لا يسافر إنسان وحده. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، سنذكر الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي يظهر الاستحباب كما بوب له المصنف رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية التأمير، يعني يضعون أميرا عليهم في سفرهم. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى كما في هذا الباب بالاستحباب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يستحب، أنهم يؤمرون ولا يجب ذلك، وإنما يستحب. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسنيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. وهذان الحديثان فيهما التنفير من السفر في الليل والإنسان يكون وحده في السفر، وأيضا فيه تنفير من السفر لوحده. فهاتان مسألتان يعني ينبغي الإنسان أن يتنبه لهما في السفر: أن لا يسافر بليل وحده، وأيضا لا يسافر مطلقا وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان. وهذه المسألة التي تكلمنا عنها في أول الكلام، وهي أن المصنف رحمه الله ذهب إلى الاستحباب، وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، يعني يجب على الإنسان أن يطلب الرفقة في السفر، لا يسافر وحده، وإن سافر وحده فقد وقع في المعصية. ولكن الذي يظهر أن هذا من باب الإرشاد والتوجيه وليس من باب الإلزام والوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون من الوحدة، يعني في السفر، ما أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا يعلمه الناس لما يطلعه الله سبحانه وتعالى من الغيب. ما سرى راكب بليل وحده، لأن السير في الليل والإنسان يكون لوحده قد يعرض له ما يعرض من الآفات، من السباع، من شياطين الإنس، من شياطين الجن، من كل الآفات قد تعرض له في الليل إذا كان وحده. فإذا كان مع جماعة أعانوا بعضهم وهابهم العدو، سواء كان شيطانا إنسيا أو جنيا، أما إذا كان وحده تسلطوا عليه. فلذلك من الحكمة أن لا يسافر بليل وحده. ولذلك قال في الحديث الثاني، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الراكب والراكبان لا يطلق عليهم ركب، وإنما يطلق عليهم شياطين. ومعنى الشيطان في هذا الحديث اختلف فيها العلم، فمنهم من قال إن الشيطان هنا بمعنى أنه متصف بفعل الشياطين، ومنهم من قال بأنه يعني المراد بهذا الحديث معناه أنه يغويه الشيطان إذا كان وحده أو كانوا اثنين. وقال بعض العلم بأن معنى الحديث أنه على ظاهره، والمراد بالشيطان هنا البعد عن الخير، لأن الشيطان في اللغة من البعد، شيطانه من البعد، فيسمى شيطانا لبعده عن الخير وقرب الشر منه إذا كان وحده أو كان معه رجل آخر. أما إذا كانوا ثلاثة فإنهم يسمون ركبا، ويخرجون من هذا المسمى الذي نفر منه النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم شياطين. ولكن تنزيل المسألة على الوقت المعاصر،
هل الحكم واحد أو ليس حكما واحدا؟ فبعض أهل العلم أطلق قال الحكم واحد سواء في زماننا أو في الزمن السابق، الحكم واحد، لا يسافر المرء وحده، والراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، عام في كل زمان ومكان. وبعض أهل العلم قالوا الأحكام معللة، لها حكمة ولها علة، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ذهبت العلة ذهب الحكم. قالوا في زماننا هذا لا يتحقق مثل هذا، لأن الناس الآن في الأسفار كأنهم في الحضر وكأنهم في مكانهم، لا تخلو الشوارع من الناس ولا تخلو الشوارع من السيارات، فالمسافر الآن على الطرق هذه السريعة كأنه في بلده، لا يختلف الحكم أبدا. فقالوا في مثل هذه الحال فإنه لا يدخل في هذا النهي وهذا التنفير بكونه شيطانا، بل الراكب لوحده في الطرق التي نحن فيها اليوم يعني كالراكب داخل البلد، وليس كما كان في الزمن السابق يكون الأمر موحش، وأيضا يكون يعني هذا من أسباب تسلط الأعداء وتسلط الشياطين عليه. وعلى كل حال فإن الإنسان إن حصل له رفقة فإن هذا أولى وأحسن، وإن لم يحصل له رفقة فإن الذي ذهب إليه بعض أهل العلم المعاصرين في أن الطرق التي في يومنا هذا ليست لها هذا الحكم فإنه أقرب إلى الصواب والله أعلم. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. إذا كانوا إذا خرج ثلاثة في سفر، فإذا عندنا الأحكام أولا إذا خرج ثلاثة أقل من الثلاثة لا يؤمرون، الحكم الثاني في سفر، فدل على أن ما دون السفر لا يحتاج إلى تأمير، وذلك لأن السفر قد يطول بهم الطريق وتطول بهم المدة فيحتاجون إلى من يؤمر عليهم حتى لا يختلفوا ويتنازعوا. إذا هذا الحديث يدل على أمرين، الأول أن الحكم يتعلق بالثلاثة فأكثر، والحكم الثاني أنه يتعلق بالسفر، فما كان دون السفر فإنه لا يلحق هذا الحكم. قال فليؤمروا أحدهم، هنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أمر إيجاب أو أمر إرشاد؟ المصنف رحمه الله كما ذكرنا في أول الدرس أنه ذهب إلى أنه استحباب، أي أنه أمر إرشاد وتوجيه، وإن كان بعض العلماء أن هذا الأمر للوجوب، ولكن الذي يظهر أن هذا الأمر للإرشاد والتوجيه، ولكن إن أمروا يجب عليهم أن يطيعوا من أمروه، إذا أمروا يجب عليهم أن يطيعوا من أمروه، وإلا ما هي الفائدة من التأمير؟ وهذا الأمير الذي يكون في السفر تكون أمارته محدودة فيما يتعلق بأمور السفر فقط، فلا يأمر ويطاع في كل ما يأمر، ولا ينهى وينتهى عما ينهى عنه في كل شيء، لا، وإنما في أمور السفر، أما بقية الأمور فليس له حكم على معه من الرفقة، وإنما في ترتيب أمور السفر في الذهاب والإياب والنزول وغير ذلك من الأمور التي تكون من الأمور المتعلقة بأحكام السفر. أما بقية الأمور كما يفهم بعض الناس فهما مغلوطا يكون كالأمارة العامة يأمرهم وينهاهم في كل شيء، هذا فهم غير صحيح. وهنا مسألة مهمة وتنبيه مهم، أن الشريعة اعتنت بهذا الأمر أمراً عظيماً، اعتنت بهذا الأمر عناية عظيمة وهي عناية الأمارة، فإذا كانت الإمارة في السفر على ثلاثة فمن باب أولى الإمارة التي تكون على الناس، الإمارة العظمى والإمامة العظمى، فإنه لا بد فيها من السمع والطاعة بالمعروف، لأن الناس لا تستقيم أمورهم إلا بالسمع والطاعة، فإذا كانوا ليس لهم أمير يقوم عليهم ويأمرهم وينهاهم كانوا فوضى كالغابة يأكل القوي الضعيف. فلذلك الإسلام اعتنى عناية عظيمة بهذا الأمر العظيم، فإذا كان ثلاثة في سفر يستحب لهم أن يؤمروا عليهم من يأمرهم وينهاهم ويسوسهم، فكيف بالأمة كلها؟ فإنه يجب وجوبا قطعيا ولازما أن يقيموا من يتأمر عليهم ويأمرهم وينهاهم ويسوسهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم،
لا بد أن يكون هناك إمام، وإذا وضع الإمام لا بد أن يطاع، وإلا ما هي فائدة الإمامة؟ ولذلك تكاثرت الحديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة، وخاصة عند حدوث الفتن وحدوث التقلبات وحصول الجور وحصول الظلم وحصول الاستئثار، الأحاديث كلها تدور على هذا. أما الإمام العادل فلا يحتاج، الناس تسمع له وتطيع في الغالب، ولكن الأحاديث التي جاءت في السنة غالبها إن لم نقل كلها في السمع والطاعة لمن كان ظالما أو جائرا أو مستأثرا أو عاصيا أو فاسقا، لأن هذا هو الذي يشكل على الناس. فهذه مسألة عظيمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هذا الحديث، وإن قال الترمذي رحمه الله أنه حديث حسن، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه في الإجمال أنه معنى صحيح في العناية بالرفقة والعناية بالكثرة. قال: خير الصحابة أربعة. قد مر علينا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وخير الصحابة أربعة، فما زاد فهو أحسن وأفضل. قال: وخير السرايا، والسرية هي الطائفة من الجيش، 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12 من قلة، 12000 من قلة، أي أن الجيش إذا وصل إلى هذا العدد 12 إلى 12000 فإنه لن يهزم بسبب القلة، لأن 12000 كثرة فلن تغلب من قلة، وإنما إذا غلبوا إنما يغلبوا بأسباب أخرى، كأن يكون عصاة، أو يكون هذا من قلة خبرة، أو نحو هذه الأمور والأسباب الحسية والشرعية التي تسبب لهم الهزيمة، ولكن لن تكون غلبتهم بسبب القلة. وهذا الحديث كما ذكرنا أن فيه كلام لأهل العلم، وصحيح أن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن بالإجمال أن المعنى صحيح في العناية بالكثرة وتكثير السواد للصحبة وتكثير السواد للجيوش الإسلامية، فإن الحديث من هذا المعنى يكون معناه صحيح، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.